أحب كرة القدم دائما، لا أعلم إذ كان هذا الأمر يخصني وحدي، فالبعض لا يحبون كرة القدم على الإطلاق، وهو أمر ليس له علاقة أيضا بالمسلمين. فهناك من يعتقد ببساطة أن كرة القدم رياضة رجالية. أعتقد أن وجود مسلمين في فريق لكرة القدم ببرلين أمر طبيعي للغاية. أنا مندهش من أن الفريق به لاعبتان مسلمتان فقط. هناك فرق بأكملها تتكون من لاعبات مسلمات. انضمامي للفريق كان فكرة تلقائية مع إحدى صديقاتي، فكنا نريد تطوير أنفسنا في كرة القدم من ناحية الأسلوب والتمريرات وكل شيء. لذلك فكرنا في تسجيل أنفسنا في الفريق. أولى خبراتي التدريبية كانت في دولة عربية مع نساء أيضا، وكان ذلك أمرا حساسا إلى حد ما، لكنني فكرت في أن تشجيع النساء على لعب كرة القدم أمر جدير بالسعي. أردت مواصلة ذلك هنا أيضا، وهو ما كان ملائما. في النهاية كلنا في الملعب ونلعب جميعا كرة القدم، وكون اللاعب مسلما أو مسيحيا أو يهوديا أو أي شيء آخر لا يمثل دورا هنا في الواقع، فالأمر سيان تماما، وسواء كان أجنبيا أو ألمانيا فإن ذلك سيان أيضا.